هنبدأ أخبارنا المتنوعة ببعثة منتخب بوتسوانا اللي وصلت إلى بلادها قبل 6 ساعات بس من مواجهة مصر في الجولة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2025. بعثة بوتسوانا تأخرت في العودة لبلادها بسبب أزمة الطيران اللي عطلت رجوع المنتخب من موريتانيا بعد لقاء الجولة الأولى. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف وافق على تأخير موعد اللقاء إلى الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة بدلا من 4 عصرا حتى يتمكن لاعبو بوتسوانا من الراحة قليلا قبل المباراة. طيب خلينا مع بعض نقول التشكيل اللي هتواجه بيه منتخبنا الوطني امام بوتسوانا. واعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكره القدم بقياده كابتن حسام حسن تشكيل مباراه مصر امام بوتسوانا في المباراه المقرر ليها الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025. التشكيل كالآتي: طبعا حراسة المرمى الشناوي، خالد صبحي، حمدي فتحي، رامي ربيعة، محمد حمدي، محمد هاني، تريزيجيه، مروان عطية، زيزو، محمد صلاح، أسامة فيصل، دكة الاحتياطي أو البدلاء: المهدي سليمان، مصطفى شبير، أحمد عيد، رمضان بيكهام، شحاتة، أحمد نبيل كوكا، النني، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، محمد الشامي. طبعا إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني النهاردة في مباراة بوتسوانا. إن شاء الله منتخبنا قادر على اجتياز هذه المباراة وحصد 3 نقاط غاليين إن شاء الله أمام منتخب بوتسوانا. كل التوفيق إن شاء الله للعميد كابتن حسام حسن و رجالة منتخبنا. طيب تعالوا نروح لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، وبيسعى منتخب البرازيل لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي عندما يحل ضيفا على منتخب باراجواي. المباراة تقام في الساعة 3:30 الفجر، ده بتوقيتنا احنا بتوقيت القاهرة، وده ضمن الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026. منتخب البرازيل حقق فوز صعب على الإكوادور بهدف نظيف في الجولة الماضية، استعاد بيه التوازن للبرازيل في المجموعة ورفع رصيده للنقطة 10 وأصبح في المركز 4. لسه مع تصفيات أمريكا الجنوبية، وبيحل منتخب الأرجنتين ضيفا على كولومبيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية، وتقام المباراة الساعة 11:30 مساء اليوم، ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 18 نقطة وبيجي منتخب كولومبيا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة. منتخب الأرجنتين بيفتقد نجمه التاريخي ليونيل ميسي خلال المباراة بسبب الإصابة. النهاردة بيلتقي منتخب هولندا مع ألمانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية. المنتخب الألماني بدأ مشواره في المسابقة القارية بفوز كبير جدا، كان 5-0 على منتخب المجر، وفي المقابل افتتح منتخب هولندا مسيرته بالبطولة بفوز 5-2 على ضيفه في على منتخب البوسنة. المنتخبان اتقابلوا مؤخرا في بطولة أمم أوروبا اللي استضافتها ألمانيا، وفاز الألمان وقتها 2-1.